ده اللي جابك هنا قاعد تتوهني. يلا انا من هنا يلا يلا لا انتوا مين وعايزين ايه؟ احنا العاب بتاع سيف وكركر، انتوا عايزين تاخدوا مخله وده مش هيحصل. احنا اصحابهم من اول. لو كنتوا اصحابهم فعلا وكانوا بيحبوكوا كانوا هيجيبونا احنا ليه؟ عنده حق، هم خلاص استغنوا عنكم وبقوا اصحابنا احنا، وانتوا المفروض تمشوا خلاص، مكانكم بقى عادي على الارض. بقول لك ايه، انا ما اسمحلكش يا راجل عجوز. يلا بينا بقى. الالعاب ديت بيقولوا ان هم اصحابكم من قبلنا وعايزين يمشونا من البيت. هم اللي تقلوا في الادب وقالوا لنا ان احنا مكاننا على الرف. طب ليه بس كده يا جماعه؟ ده انتوا المفروض هتحبوا بعض. يحب مين؟ البرميل والراجل العجوز ده؟ احترم نفسك ياد، بدل ما اجي اقعد عليك دلوقتي بطاسه. ايه الصوت العالي ده؟ هو في ايه في البيت؟ الالعاب يا بابا ودي وبازل خانقوا مع فنانيس. مسكوا في بعض يا بابا، وياكي ياكي ياكي ويا ولود كذا ويا ولود كذا وليله كبيره سعادتك. بس حلو قوي الكلام ده، يعني انتوا مش متفقين مع بعض. يبقى هتلعبوا جوله ودي اللي هتحسم ما بينكم انتوا الاثنين. احنا نزلنا معاهم جوله يا حاج وبهدلناهم. لا مش خناق، ده هيكون ماتش كوره، واللي هيكسب الماتش ده هو اللي هيقعد معانا في البيت وهيكمل معانا، واللي هيخسر فيه هياخد بعضه من سكات وهو ده اللي هيمشي. يلا بينا عشان نبدا الماتش. يلا جاهزين؟ يلا يا ودي عايزك ترفع راسنا. ها انتوا اللي هتكسبوا يا جدعان ان شاء الله. يلا شدوا حيلكم بس. الله ينور عليكم يا رجاله. والله بصوا انا عمتك كركر، انا عايزكم انتوا الاثنين تبقوا موجودين، بس للاسف بقى الكسبان هو اللي هيبقى موجود، فانا مش عارف اشجع مين الصراحه. الفنانيس والله وعملوا هالرجاله ورفعوا راس مصر بلد. شكل فنانيس هيعملوها ولا ايه؟ ووقفوا وقفه رجاله، مبروك لمصر ولولادها. خطيره يا رونالدو يا رونالدو. يا ابن اللعيبه ودي واحد صلي على النبي، الرجعه فجعه، العب عشان الدنيا بتحلو. يلا رجاله ابدا. احنا لسه بنحتفل بالجون بتاعنا، ما بدأناش لعب يا جدع. اتنايل يعني انت يعني مثلا بتعرف تسد؟ ما انت فلقتني في الماتش اللي لعبناه المره اللي فاتت. ملناش دعوة حبيبي. انت ايه رايك في الكلام ده يا حاج؟ بصراحة عندهم حق، الهدف محسوب. ماشي احنا هنعرف نعوض. يلا بينا. ضرب الجزاء، انت بتستهبل يا ودي، ايه اللي انت عملته ده؟ خلي بالك، اعتبر ان انا اديتك كارت اصفر عشان مش معايا كارت اصفر، بس واحده كمان وهتطلع بره الماتش. لا ده ظلم بقى يا حكم، المفروض ياخد طرد. بس يا تخين ارجع مكانك. ما تعملش كده تاني يا ودي. ها والعب عدل. يلا يا جماعه ضرب الجزاء لفنانيس، العب يلا. ما عادش كدروك يا ليو ميسي، ما عادش هيموك يا ليو ميسي، ما عادش يخافوك ويخاف منك يا ميسي. نيمار يحطي باس ليونيل ميسي الرابع العالمي. جدع يا باص الله ينور. ضيعها اليسون، ضيعها اليسون اليسون. ركز بقى يا باص، احنا لازم نكسب الماتش دوت.
ان شاء الله يا اودي. اعملوا حسابكم ان فاضل دقيقه واحده بس على الماتش، يعني اللي هيجيب جون هو اللي هيكسب، واللي هيكسب فيكم هو ده اللي قاعد معانا في البيت، واللي هيخسر هيتفضل يطلع بره. يلا يا اودي يلا باظ يلا يا جدعان، ركزوا يا جدعان وربنا تكسبوا. اسمع مني بس، يلا يلا شدوا حيلكم بس، يلا ابدا.